السلام عليكم. موقع رول اب بيديني ان انا اشغل برامج كتيره جدا 300 برنامج من غير ما اطلب اي حاجه خالص عندي على الجهاز. ففي حاجه ظريفه جدا تقدر تعمل منها جي اي اف بالشكل دوت. طيب هقول له افتح لي البرنامج، هو بتديله شكل كده ترسمه وبتبدا تتحرك فيه زي ما انت عايز. او حاجه مثلا بالشكل دوت، فانت ممكن مثلا تقول له انا عايز اعمل حركه مثلا معينه بالشكل دوت، تقول له نيكست فريم، فيبدا يعمل فريم بالشكل دوت اهوت نيكست فريم، تبدا تتحرك بالشكل دوت. تقدر تخلي الشخص نفسه يتحرك كله من خلال انت بتدوس على العلامه ديت، فيبدا اتنين هنا اهو كده اهوت. طبعا تقدر تقول له مثلا عايز سنتر ديليت اديت زي ما انت عايز، اي فيلم تقدر تعمل فيه اديت زي ما انت عايز، ترسم اي حاجه جوه انت عايزها، تضيف عليها شكل معين مثلا بالشكل دوت. تقدر تحط بعض الحاجات كده قيود بالشكل دوت وبعد كده تقفل. تقدر تقول له انا عايز اعمل فريم تاني نيكست فريم، تقدر تغير فيه زي ما انت عايز اهو، وفي الاخر تقول له بلاي فيبدا يتحرك بالشكل دوت. وتقدر تتحكم في وقت الحركه تمام، وتقدر تلغي موضوع الريبيت زي ما انت عايز. في اوبشن كتير في قلب البرنامج بحيث ان انت تعمل افلام كرتون بسيطه جدا وسهله، تقدر تكبر الحجم بتاعهم لو انت حابب.